بما اننا بنعمل فيديو عن الاحياء، ففي دراسه اتعملت سنه 2050 بتقول انك لما تتفرج على محمد ايمن او ايجيكولوجي او الدحيح فده بيحسن صحتك وبيخليك اكثر سعاده. فبما انك سعيد دلوقتي انزل حط لنا لايك تحت الفيديو، وكمان قول لنا رايك في كومنت، واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاحياء وازاي تلمها في الايام اللي قبل الامتحان. بس تنبيه صغير يا جماعه قبل ما نبدا النهارده ان شاء الله، عايز اقول لكم ان في فيديو الانجليش انا كنت قلت فعلا ان ازاي تلم الانجليزي في 3 ايام ونص قبل الامتحان. انا ما كنتش مسطور ولا تايه وانا بقول قبل الانجليزي 3 ايام ونص، لا عادي كنت في وعي جدا وباصص في الجدول وعارف المواعيد كويس جدا، عارف انا بقول ايه من الاخر يعني. فحضرتك بقى ما تشوفش عنوان الفيديو وتنزل تكتب لي كومنت سلبي تحت الفيديو اللي هو انت ازاي بتقول 3 ايام ونص وهم يوم ونص وانت ما بتشوفش الجدول وانت بتهتمش وانت بتقول اي كلام وبتقول بتهبد بتاع. بالله عليك بس يبقى يعني شوف الفيديو كله تمام، اعرف انا قلت ايه، اعرف المضمون بتاع الفيديو كله، ما تاخدش بس العنوان وتنزل تعلق بما انك شفت العنوان بس ما اتفرجتش على الفيديو وتنزل تكتب لي كومنت يشككني في نفسي. انا اصلا يعني ببص في الكومنتات هو حصل ايه، انا مجهز كل حاجه وكاتب سكريبت ويعني عامل كل حاجه، هو فين الغلط؟ الغلط ان سعادتك ما كملتش الفيديو، لان انا فعلا قلت في الفيديو ان فعلا في احصاء واقتصاد في النص، بس قلت لك مش هنضيع وقت في الاحصاء والاقتصاد، يعني هتقعد تذاكر لي يوم الاحصاء والاقتصاد بتيجي قبل الانجليزي ازنقك في يوم ونص؟ اكيد لا، يعني الاحصاء والاقتصاد ما لهمش لازمه، ما بيضافوش، محدش بيسقط فيهم، انت بس تنجح فيهم باي كلمتين وخلاص تمام، ونستغل الوقت اللي قبلهم للانجليزي بس مش اكتر. طيب الاحياء بقى نتكلم بقى ان شاء الله عن الاحياء. انا بس عشان بس ما يبقاش في اي ديفكت في الفيديو، انا هفتح معاكم الجدول بتاعكم وهقرا لكم الجدول عشان محدش يعمل معايا اي فصل تاني. ان شاء الله هتمتحن الانجليزي يوم الاربع، هيبقى عندك باقي الاربع والخميس والجمعه والسبت والحد، 4 ايام ونص قبل الاحياء، 4 ايام ونص اهو يعني من الجدول بتاعك اهو، محدش بقى يجي يقول لي انت جايب الكلام ده منين وجايب الارقام دي منين. انت عندك ان شاء الله قبل الاحياء 4 ايام ونص بدايه كده، اول نص يوم اللي هو بعد امتحان الانجليزي مش هتقرب للاحياء فيه. امال هنستغله في ايه؟ النص يوم ده هنستغله في الجيولوجيا، النص يوم دهوت هنستغله في الجيولوجيا. ليه؟ لان الجيولوجيا تعتبر الى حد ما مزنوقه بالنسبه لباقي المواد يعني، عشان قبلها بس يومين ونص وهي كمان في اخر الامتحانات، وبالتالي انت على ما تيجي لحد الجيولوجيا هتكون نسيت فيها كم كبير. فاول نص يوم ده هنستغله في مذاكره جزء من الجيولوجيا ان شاء الله هنعرفه في فيديو الجيولوجيا، وغالبا باذن الله هيكون الفيديو الجاي. ادعوا لنا كده ربنا يوفقنا ان شاء الله نعمل لكم الجيولوجيا الفيديو الجاي تمام. هنبدا بقى من يوم الخميس، عندك خميس وجمعه وسبت وحد، 4 ايام لمذاكره الاحياء. هنعمل فيهم ايه الاربع ايام دول؟ اليوم الاول اللي هو يوم الخميس، هتعمل ايه في اليوم الاول اللي بعد امتحان الانجليزي اللي هو يوم الخميس؟ في اليوم الاول مش هقول لك تاخد للمناعه ولا التكاثر ولا الدي ان ايه، الفصول دي هتسيبها للاخر مبدئيا كده. المناعه مثلا ده ارخم فصل في الاحياء، يعني هو بيحتاج تركيز كويس جدا ومذاكره، مش عشان كده سبته للاخر، لا سبت المناعه والتكاثر للاخر علشان محتاجين فعلا تركيز بدون مذاكره. وكمان الاهم بقى ان هم بيتنسوا، بيتنسي بطريقه بشعه. المناعه ده مثلا تذاكره النهارده تنساه بكره، فبالتالي لازم تذاكره اخر يوم علشان يبقى فريش معاك في الامتحان وحاضر معاك في الامتحان ان شاء الله ما تغلطش فيه. طيب اول يوم هتعمل فيه ايه؟ اول يوم هتمشي عادي جدا جدا بترتيب الكتاب، هتذاكر الفصل الاول والفصل الثاني، الفصل الاول اللي هو الدعامه والحركه في النبات، والفصل الثاني اللي هو التنسيق الهرموني. واعتقد دول سهلين جدا جدا، يعني يوم كامل اصلا من الصبح لحد بالليل لحد ما تيجي تنام انك تذاكر الدعامه والتنسيق الهرموني، دي حاجات بسيطه قوي وسهله. هم 4 دروس سهلين وان شاء الله يعني مش هياخدوا منك مجهود كبير قوي، انت ممكن اصلا تذاكرهم وتراجعهم وتراجعهم وتراجعهم، اللي هم 4 دروس الدعامه والتنسيق الهرموني، بسيطه جدا وسهله جدا واعتقد يعني مفهومه، وان شاء الله باذن الله مش هتتعبك في اول يوم، فاول يوم ده خفيف خالص مش هيتعبك خالص. طيب اليوم الثاني تعمل فيه ايه؟ اليوم الثاني تاخد فيه الدي ان ايه كله، الباب الثاني كله الدي ان ايه. طب ما تتخضش بس كده بالراحه، عادي عادي خالص، اتعامل مع الموضوع بشكل طبيعي. عندك الدي ان ايه عباره عن فصلين، فصل اول وفصل ثاني، عايزك تاخدهم في اليوم الثاني. طب هو ليه في اليوم الثاني؟ مبدئيا كده هو الدي ان ايه الى حد ما سهل وبالتالي مش هتنساه بسرعه، هيبقى فاضل بس يومين على الامتحان وان شاء الله يبقى معاك في الامتحان حاضر وفريش. انا خليت بس المناعه والتكاثر لاخر يومين عشان ايه؟ زي ما قلت لك بيتنسوا، فبالتالي لازم تاخد الدي ان ايه في اليوم الثاني. يعني اعتقد برضو الدي ان ايه الى حد ما اليوم مش هيبقى صعب عليك قوي تمام، انت عندك في الدي ان ايه فصل اول فصل ثاني، الدي ان ايه والار ان ايه، وهم ان شاء الله يعني لو انت فاهم هتلمهم برضو ان شاء الله في اليوم وبسرعه. فده هيبقى يوم متوسط مش سهل قوي وبرضو مش صعب قوي بالنسبه مثلا للتكاثر او المناعه، دوس بقى في الموضوع كده وتستعين بالله. ودي ايام امتحانات يعني ما تنتظرش مثلا انك تعمل حاجه سهله في ايام الامتحانات، لا ايام الامتحانات كلنا بنطحن ايام الامتحانات وبنبذل مجهود كبير جدا جدا جدا، يعني يشهد ربنا الواحد في ايه دلوقتي. فدوس في ايام الامتحانات وان شاء الله ربنا هيكرمك. فاليوم الثاني تاخد الدي ان ايه كله. وفي حاجه مهمه جدا 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 لازم تراعيها وانت بتذاكر الدي ان ايه، او تعملها لازم تعملها وانت بتذاكر الدي ان ايه، هي حل مسائل دي ان ايه، لازم تحل مسائل. بص في امتحان ثانويه عامه 2018 بتاعنا هتلاقي مثلا في حوالي 5 او 6 مسائل دي ان ايه تقريبا كلهم نفس الفكره، يعني والله العظيم انا كنت قاعد في الامتحان بحل اللي هو المساله دي زي المساله دي، يعني هو اللي حاطط الامتحان غبي ولا انا اللي فيها حاجه غلط، انا بحل المسائل كلها ازاي وكلها نفس الطريقه وكلها نفس يعني نفس الاسطمبه ونفس الطريقه ونفس الحل نفس كل حاجه ازاي؟
فالمسائل كانت جايه سهله جدا، يعني حل بس المسائل وما تصعبش على نفسك بقى، يعني هات المسائل السهله حلها وان شاء الله هيجي لك مسائل سهله. بيجي في الامتحان كام مسائل دي ان ايه، يعني هو جالنا 2018 مش عارف بقى 2019 هيجي لكم عامل ازاي، بس اكيد هيجي لك مسائل كتير زينا، فاهتم بالمسائل وما تطنش المسائل. ففي اليوم الثاني بعد ما تخلص الدي ان ايه حل لك شويه مسائل في الدي ان ايه. اليوم الثالث، وده يوم مش هيبقى لذيذ بالنسبه لك شويه، بس زي ما قلت لك انت في ايام امتحانات والمفروض تشد وتعمل اللي عليك وتبذل اقصى مجهود بالنسبه لك، يعني ربنا يكرمك ان شاء الله. هتذاكر فيه التكاثر. التكاثر عارف ان هو ممكن يكون كبير شويه، بس فكر معايا بالراحه كده، التكاثر ده 5 دروس، يعني لو انت مثلا مذاكر قبل كده ممكن كل فصل ياخد له مذاكره مثلا ساعه ونص ساعتين بالكتير قوي، تمام، في 5 دروس ب 10 ساعات مذاكره في ايام امتحانات، فالموضوع عادي يعني. فساعتين مذاكره في كل درس في 5 دروس هيبقى 10 ساعات مذاكره في قبل الامتحان، فاعتقد الموضوع يعني طبيعي، اعتقد ده طبيعي في ايام الامتحانات، ما تتخضش من 10 ساعات مذاكره، ده طبيعي في ايام الامتحانات، ها طبيعي جدا، تمام. في اليوم الثالث هتذاكر فيه ان شاء الله التكاثر، التكاثر في اليوم الثالث. نيجي بقى لليوم الرابع والاخير، وده اليوم اللي مش لذيذ بقى خالص، لو كان التكاثر شويه مش لذيذ فده شويتين ثلاثه مش لذيذ، ده المناعه. اليوم الرابع والاخير هو المناعه، انا تعمدت ان احطها في الاخر خالص تتنسي، سيبرتو شفت الكحول كده بالظبط هي كده، بس انت بس محتاج تكون فاهم فيها شويه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت مثلا عندك مش فاهم المناعه الخلطيه او المناعه المكتسبه، يا جماعه والله المناعه ده اصلا في فصل تاريخي مبارد، وبصوا اي حاجه وحشه ممكن تقول عليه، يعني سبته في ثانويه عامه ما كنتش بحبه في ثانويه، والله دخلت الكليه لقيته، يعني اللي مش هتحبه في ثانويه ده اهو لاقيه في الكليه. انتوا عارفين انا عملت ايه عشان افهمه في الكليه؟ جبت كتاب الاحياء بتاع ثانويه عامه ده اهو، تمام، وقرات منه المناعه عشان افهمها. ليه بقى؟ عندنا بتوسع كبير جدا جدا جدا، وبالانجلش طبعا، وفي لاتيني كمان، فالموضوع صعب. فانا جبت كتاب الاحياء وقعدت افهم بقى بالعربي كده وافتكر ايام ثانوي، وهو هو نفس الكلام. فاللي منكم كده ان شاء الله ناوي يخش طب يذاكر المناعه كويس، والله هتفرق معاه، هيلاقيها في طب هي هي، بس كل كلمه مثلا في اي درس عليها بقى شابتر كامل، تمام. فالمناعه مهمه سواء في ثانويه عامه او في طب، يعني ربنا يكرمكم ان شاء الله وتخشوا طب وتدرسوا المناعه وتتقرفوا بيها. وسبناها لاخر يوم عشان عارف انها بتتنسي، فذاكرها كويس في اخر يوم. وهم المناعه 3 دروس، يعني مش هيغلبوك مش هياخدوا منك وقت كتير، بس محتاج تكون فاهم. طب انا لو مش فاهم مثلا حته، لو مش فاهم حته روح المدرس بتاعك يشرحها لك، او خلي حد من زمالك يشرحها لك، تمام، وبسرعه بقى، اللي هو عادي مش فاهم دي اشرحها لي خلاص، خلص مش هشرحها لك خلاص ما تتحلش عليه، لو بسرعه كده اشرحها لي تمام، ما اشرحهاليش خلاص مفيش مشكله عادي، شوف حد تاني، شوف حد زميلك يشرحها لك، شوف مدرس تاني يشرحها لك، تمام، ما تضيعش وقت قبل الامتحان خالص. هم 3 دروس بالكتير قوي، لو كل درس اخذ منك 3 ساعات مذاكره يبقى 9 ساعات، اقل من التكاثر كمان، متخيل؟ بس محتاج تكون فاهمها عشان لما يحور عليك في الامتحان في الاسئله تعرف تحل. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ال4 ايام بتوع الاحياء. اول يوم هتذاكر اول فصلين اللي هو الدعامه والحركه، ثاني حاجه هتذاكرها في اول يوم اللي هو التنسيق الهرموني، بعد كده ثاني يوم هتذاكر الدي ان ايه كله، بعد كده ثالث يوم هتذاكر التكاثر ال5 دروس بتوعه، بعد كده هتذاكر المناعه في رابع يوم واخر يوم عشان تخليها معاك فريش في الامتحان عشان بتتنسي بسرعه، تمام. طيب كل يوم بقى وانت بتذاكر كده عايزك تعمل حاجتين. اول حاجه بعد ما تخلص ان شاء الله تبص في الاسئله اللي واقفه قدامك على الفصل ده، يعني مثلا انا كنت بحل الاحياء في كتاب واحد، هو كان معاك واحد احياء، تمام، فانا مثلا ذاكرت التنسيق الهرموني والدعامه في النبات، رحت جايب الكتاب اللي انا حلل فيه ده وفتحت الفصلين دول، السؤال اللي انا معلم عليه كده او اللي انا مشخبط عليه قبل كده انا غلطان فيه ومشخبط عليه وكاتب اجابه ثانيه ببص فيه. زي ما قلت لك قبل كده ان الاسئله دي بتفرق جدا جدا، والسؤال اللي انت بتغلط فيه بتغلط فيه ثاني وممكن تغلط فيه في الامتحان ثاني وتفتكر انك حليته وتندم انك ما بصيتش فيه، تمام. فبص في السؤال اللي انت معلم عليه او مشخبط عليه او حتى غلطان فيه، دي اول حاجه عايزك تعملها. ثاني حاجه عايزك تعملها انك بعد ما تخلص كل يوم كده تجيب امتحان ثانويه تدرب نفسك على الامتحان، ويا حبذا بقى لو بوكلت كده، ويا حبذا كمان لو معاك مثلا ساعه ولا حاجه وتقعد كده تمخمخ وتكتب بخط حلو عشان تتعود على الامتحان وما تتوترش خالص في الامتحان، تمام. ان شاء الله باذن الله امتحان الاحياء هيجي سهل، ما تقلقوش خالص وربنا يكرمكم ان شاء الله. ما تنسوناش بالدعوات، اليومين دول عندي فاينل ومسحول جدا جدا، يعني حتى هتلاقي وش باين عليه الارهاق بقى وقله النوم وكده، بس يعني بحاول بقدر الامكان ان اصور عشان برده اخليني معاكم. فادعوا لنا كده دعواتكم، يعني احنا في رمضان اهو، انا بدعي لكم في الفطار بتاعي وانتم كمان تدعوا لي، يعني ما تنسونيش، انا بحبكم في الله، وان شاء الله نعمل فيديو الجيولوجيا باذن الله، واي فيديو انتوا عاوزينه باذن الله هنعمله، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساش تحط لايك وسبسكرايب لو انت مش مشترك في الشانل، وكمان قول لنا رايك في كومنت تحت الفيديو. سلام.